وللتعليق على تطورات الوضع في سوريا بعد بيع النظام في دمشق مزيد من الأراضي إلى روسيا لتوسيع قواعدها العسكرية هناك، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر. حياكم الله، أهلا وسهلا. حياك الله. بعد أن باع بشار الأسد أراضي سوريا إلى روسيا والتي يقام عليها قاعدة حميميم أو لتوسيع قاعدة حميميم وطرطوس، وثيقة روسية جديدة تكشف عن بيع أراضي حولها لتوسيع القاعدة، ما أهداف روسيا من توسيع أهم قواعد لها في سوريا؟ يعني بداية نستطيع أن نقول أن روسيا هي دولة احتلال بالنسبة لسوريا، وبالتالي تستطيع روسيا بحكم القوة وفرض يعني القوة التي تسيطر من خلالها على سماء سوريا، وأيضا على القرار السياسي في سوريا، على القرار العسكري في سوريا من خلال قاعدة حميميم. أنا الآن أجد أن هذه غاية منفيض، يعني هذه التسريبات مجرد جزء بسيط من ارتباطات أو من تكبيل قام به هذا النظام الذي يأتمر بأمر روسيا من أعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق. لذلك أنا أتصور أن روسيا تعيش فسادا، تطبق القرارات التي تريد، تظهر بعض منها تسريبات من أجل أن تقول أنها هي الفاعل الرئيسي في سوريا، ولكن ما تخفي أكثر. نعلم أن روسيا تسيطر على ما يعرف بحقول النفط. أنت تقول أن روسيا اليوم هي دولة احتلال بالنسبة إلى سوريا وتتعامل مع الأمر على هذا النحو، لكن هذه الوثيقة التي كشف عنها تعد الثانية التي تكشف تعاملات الأسد مع دول أجنبية بخصوص أراضي الدولة السورية، يعني ما تأثير هذه التعاملات على التركيبة السكانية لسوريا، خصوصا أن الإيرانيين اليوم هم الأكثر شراء داخل المدن السورية؟ طبعا يعني الآن نحن في حالة تنافس مصلحي ما بين روسيا كدولة احتلال وإيران أيضا كنفوذ عسكري ودولة احتلال على الأراضي السورية. كل منهم يحاول أن يكبل أو يعني يحصد ثمار نتيجة يعني ما بذلوه. هم يعتبرون أنفسهم هم الذين كرسوا وجود بشار الأسد، هم يعتبرون أنفسهم هم الحاكمين الفاعلين الحقيقيين في سوريا. لذلك نجد أن الثروات الباطنية هي تحت تصرف روسيا، أتكلم عن الغاز، البوتاسيوم والنفط، وأيضا نجد أن إيران تتحرك من خلال ما يعرف شراء العقارات وشراء المساحات الجغرافية من أجل مشروع استراتيجي لها هو التمدد في المنطقة. هي تعتبر أن سوريا هي على خط التمدد النفوذ العسكري الإيراني عبر العراق وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط ووصولا أيضا إلى لبنان، حيث يوجد طيب هناك. لكن اليوم فعليا هذه الوثائق تثبت أن دول الاحتلال كما أسميتها روسيا وإيران لم تستولي على هذه الأراضي استيلاء، بل اشترتها بأموال، يعني بعد زمن من الآن لن يستطع السوريون المطالبة بهذه الأراضي. يعني روسيا أولا تستطيع أن تصيغ الصياغة التي تريد وتخرج الإخراج التي تريد عبر يعني سيطرتها على النفوذ في سوريا، هذا من جانب. جانب آخر، أنا أبحث لماذا الآن يتم تسريب مثل هذه الوثائق. نعلم جميعا أنه لا يمكن أن تسرب مثل هذه الوثائق في دولة مثل روسيا. نحن نتكلم عن نظام شمولي، لا يستطيع ليس هناك حرية للصحافة. إذن أنا بتصور روسيا تريد أن ترسل رسالة إلى الدول على أنها هي الفاعل الرئيسي وأنها تكبل هذا النظام أو هذه الأراضي السورية بمصالح اقتصادية. تريد أن تقول أنها ستنتظر الإعانات الغربية من أجل مشروع إعادة الإعمار، ولكن حتى هذه اللحظة لديها موارد خاصة عبر نفوذها الذي يتمدد في سوريا. عبر سكايب كان معنا من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في استوديو رافدين.